أن لا يتحرك الناس من منازلهم فيما يخص هذه القضية ديال كثرة المشتريات وكثرة البذخ وكذا. لماذا؟ أنا أقول للناس لا تقتنوا، لأن إذا اقتنوا فسيستهلكون. إلا شريتي الحاجة راك غتاكلها، فمن الأحسن ما تشري. أنا ما كنشريش، أنا عندي خضر ديالي اللي كنشريها في الفطور، وعندي الأشياء اللي كنستهلكها في الفطور في اليوم ديالها. وأشهد الله أنني لا أنافق وأنني لا أكذب، والناس يعلمون كيف أعيش. لا أزيد ولا أنقص على شيء أستهلكه، ولا أكل في الليل. وكلما جاء الشخص كلما صام صياما جيد، وكلما صام صياما جيدا أحس فيه بالجوع والعطش، كلما أنهك المرض. المرض يجب أن ننهكه. الخلية السرطانية يضيق عليها الجوع، عجيب. الجوع يضيق على الخلية السرطانية. فلا يجب على الناس أن لا يعطوها سكريات وبروتينات. يجب أن يستهلكوا زيت الزيتون ونشويات وخضر وفواكه أثناء شهر رمضان، ويشربوا ماء بكثرة، وأن يصوموا بالجوع والعطش. وسيرون أن هذه الأمراض الزوائد كلها ستنقص، من تكيسات ومن حصوات. سنخصص حلقة إن شاء الله لهذه المزايا الصحية مع رمضان، ولكن نتكلم عن هذا الاستعداد النفسي. نعم. نستعد. نعم. لا، كلما استعد الناس بقوة مادية، يعني يعمروا مثلا ديورهم بالأكل، يصيبوا هذيك المساحيق بحال السل اللي كنسميوها سلو، ويصيبوا حلويات، ويصيبوا برايوات محشية، ويوجدوا الحلوى الفلالية، ويوجدوا أشياء، ويعمروا السطولة، ويديروا واحد تخزين ديال المواد غذائية عوض ما تكفي عائلة تكفي 10 عائلات. فهذا ليس استعداد، هذا خوف. وهذا الخوف هو الذي سيلقي بالشخص إلى بحر ظلمات الارتداد والاضطراب النفسي. بالنسبة لي بحال هذيك الحلوى الشباكية، أنت دائما تقول بأنها يعني مضرة. نعم، هي فيها ميلانويدات وفيها بيروكسيدات. ولكن لا أعرف لماذا ترتبط برمضان. نعم، أنا عليا حتى أن في سنوات أن هذه الحلوى الشباكية إذا كانوا يزينون بها الموائد ويضعونها هكذا، نعم ماشي مشكل، ولكن أن يفطر بها الشخص فهو ليس هناك خطر. نعم. في الإفطار في رمضان ليس هناك خطر أكثر وأقوى وأفظع من الحلوى الشباكية في رمضان، خصوص الشخص اللي يأكلها على الجوع يفطر بها مباشرة. نعم. لأن فيها ميلانويدات وفيها بيروكسيدات تكبح البيبسين، هي تكبح البيبسين وتكبح الهضم. والأشخاص اللي كيفطروا بالحلوى الشباكية ما غاديش يهضموا، ما غاديش يصلوا التراويح في خاطرهم، ما غاديش يجلسوا حتى مع الضيوف ديالهم. نعم. يعني هذاك الشيء علاش الناس كيخرجوا يتمشاو، علاش كيخرجوا يتمشاو؟ لان البطن ديالو كيحس به منتفخ وما يقدرش يجلس، لا يقدروا على الجلوس. الناس يقول تمشى باش نهضم، هو خطا كبير. نعم. فياخذ الناس وقت. هذا الاستعداد النفسي، نعم نستعد نفسيا للصيام. نعم. والاحسن استعداد هو ان لا يستعد الناس لكثره الاكل، وان لا يتزدحمون في الاسواق ليقتنوا كثره اشياء لرمضان، ان يقتنوا اشياء طيبه، خضر فواكه، شريوا اشياء. لكان عندهم زيت الزيتون، عندهم تمر باش يفطروا، كنا عندهم نشويات شعير ولا حاجه، التمر هو افضل ما ويحضروا الخميره البلديه، الخميره الحامضه، باش يوجدوا الحريره، الحريرة. عندهم قطاني في المنزل ديالهم، فكفى كفى يعني. كفى. لكان عندهم لا السمك راه تاكلوه الناس خارج رمضان. نعم. ما عندهمش مشكل، غير ما يكونش هو كيزيد الثمن ديالو خلال رمضان. يجب ان لا نعم يزيد، لان الناس كلشي كيبداو يشريو، وكيكثر عندنا الضياع في المغرب، وكنوصلوا حتى ل 30-40% من المقتنيات وفي القمامات. شرف الله قدر المستمع الكريم. أكيد. وهذا مصيبة عندنا، وهذه هي المشكلة اللي ما بغيناش. علاش؟ لأن ميزانية الدولة أصبحت تضيع في رمضان، ليس في المغرب فقط، أنا شفت حتى في دول عربية أخرى. ولكن كفى، يجب أن نعلم الناس هذه السنة الكونية، لأنهم يعلمون السنة الشرعية لا يعلمون السنة الكونية. الناس لا يصومون رمضان من الناحية الكونية، لا يصومون من الناحية الكونية، طبيا فيزيولوجيا علميا لا يصومون، لا يصومون. باش نكونوا واضحين، الشخص شرعي الصيام ديالو دايز، فهو شرع راه صايم، راه كاف نفسه، ولكنه يأكل في الليل وينام بالنهار. صيامه جائز، القمع ما نقدروش حنا نقولوا للناس. لا ننكر الاعمال التي لها علاقه بالله سبحانه وتعالى. لا ننكر الاعمال التي استوفى اصحابها شروطهم مع الله سبحانه. لا نتدخل في الغيب، نحن لا نعلم في الغيب، نطلع بالقلوب. ولكن انا اقول من الناحيه الكونيه فالناس لا يصومون. الله ما غاديش يعاقبهم طبعا، لا شان الصيام ديالهم من الناحيه الشرعيه جائز، ولكن ما غاديش يعاقبهم، ولكن ما غاديش ينتفعوا بديك المزيه ديال الله سبحانه وتعالى اللي غادي يشفيهم من كل الامراض بهذه السنه الكونيه. لان عياده ربانيه يجب ادخل لها الشخص، ويعني ملي كيكون الشخص في عياده، ملي كيدخل العياده
كيعطيو سيروم ولا كيعطيو اشياء بسيطه قليله جدا وكيبقى في عياده. دخل رمضان وانت عندك اكلك في المنزل وانت راك في عياده ربانيه. فهذه يجب ان نعلم الناس السنه الكونيه من الحاله النفسيه لما نستعد هكذا بكثرة الأكل والهرج وكثرة يعني كثرة الكلام عن الأكل وكثرة هذا. فهذا ومع الأسف الشديد إلى حد الآن من الخمسينات الآن الإعلام العربي كله يركز على الأكل. نعم. يجب أن